أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. نقرأ في الهيئة نت: هيئة النزاهة تقر باستيلاء أحزاب السلطة على آلاف العقارات العائدة للدولة. في المدى: ترقب لإعلان الكتلة الأكبر تضم الصدريين وتقدم والديمقراطي الكردستاني. وفي الزمان: إنذار أمني في بغداد ولجنة تقصي أحداث الخضراء تحيل تقريرها إلى القضاء. وفي العرب الجديد: العراق رعب من تهاوي الإيرادات النفطية بسبب أوميكرون. وفي القدس العربي: وكالة الطاقة الذرية تتهم إيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20%. أما في البيان الإماراتي: روسيا تحشد قواتها على الحدود مع أوكرانيا والغرب يلوح بثمن باهظ. وأخيرا في الشرق الأوسط: أمريكا ترصد أول إصابة بأوميكرون لدى وافد من جنوب أفريقيا. تثار التساؤلات عن الأسباب التي دفعت لجان التحقيق التي شكلتها الحكومة في المحاولة التي استهدفت محل إقامة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من إعلان تفاصيل محاولة الاغتيال الفاشلة من دون كشف الجهة التي تقف خلفها. أمير المفرج يقول في صحيفة القدس العربي إن نتائج التحقيق النهائية تم تأجيل إعلانها لأسباب داخلية وخارجية، حيث اكتفت الجهات الحكومية بالقول إن هذه النتائج ستراعي الوضع السياسي المحتقن في البلاد. على الرغم من كون تحقيقات محاولة اغتيال الكاظمي قد عمل بها من قبل المؤسسات العسكرية والأمنية العراقية للوصول إلى الجهات والأشخاص المتورطين في تنفيذ محاولة الاغتيال، حرصت الإدارة الأمريكية ومن خلالها الحكومة العراقية على ما يبدو بدفع توقيت ملف التحقيق الذي تم إنهاؤه إلى ما بعد توقيت مفاوضات الملف الإيراني الذي سيدخل في مرحلته الأخيرة، حيث بدت طهران جاهزة لإجراء محادثات بناءة تحت رعاية الاتحاد الأوروبي مع إدارة بايدن للحصول على ضمانات ملموسة من الولايات المتحدة، ما يعطي لهذا الحدث الأهمية والأولوية ويفرض على النظام السياسي العراقي المتأثر بصراع الآخرين على أرضه على تهدئة الوضع الداخلي واتباع الوصايا الأمريكية والإيرانية بانتظار ما ستحمله المفاوضات من نتائج قبول إيران بالعودة إلى مباحثات الملف النووي في فيينا. وهذا ما يفسر طبيعة الموقف الإيراني من التداعيات الأخيرة التي شهدها الوضع السياسي العراقي بعد محاولة اغتيال الكاظمي، على وقع توتر سياسي مرتبط بنتائج الانتخابات التي رفضتها الميليشيات المسلحة الموالية لإيران، وبالتالي رفض تجديد ولاية ثانية لمصطفى الكاظمي في منصب رئاسة الوزراء، بعكس موقف إدارة جو بايدن والمجموعة الأوروبية التي ما زالت تدعم وتؤيد استمراره في رئاسة مجلس الوزراء. الكاتب يرى أن تأخير كشف نتائج التحقيق النهائية في محاولة اغتيال الكاظمي واحتمالات تأجيل إعلانها يتوافق مع أزمة الوضع السياسي المحتقن في العراق وإشكالية علاقة النظام السياسي العراقي المزدوجة مع واشنطن وطهران، ولأسباب تتعلق بمصالح الدول العظمى التي لم ترى في العراق سوى الوسيط المتأثر بإيران ووسيلة ناجحة للحوار معها. أكثر من أي وقت مضى يخضع العراق لتجاذب أمريكي إيراني ألقى بتأثيره في نتائج الانتخابات التي أجريت في تشرين الأول الماضي، إذ إن الواقع العسكري السياسي لميليشيات الحشد يجعل من الصعوبة بمكان على الحكومة أن تمضي في تثبيت نتائج الانتخابات التي أتت في غير مصلحة الأحزاب الموالية لإيران. سميح صعب يقول في صحيفة النهار العربي إن العراقيين ينظرون اليوم إلى فيينا وما ستفضي إليه المفاوضات النووية غير المباشرة بين واشنطن وطهران.
إن رهان العراقيين الذين نزلوا إلى الشوارع في الأول من تشرين الأول من عام 2019 كان على حصول إصلاح في أجهزة الدولة التي نخرها فساد الطبقة السياسية الحاكمة منذ عام 2003، بيد أن أي من مطالب المحتجين قد تحقق باستثناء استقالة حكومة عادل عبد المهدي واختيار مصطفى الكاظمي خلفاً له، ومن ثم إجراء الانتخابات المبكرة في تشرين الأول أكتوبر الماضي، ودفع الإحباط الذي شعر به المطالبون بالإصلاح نتيجة القمع الذي تعرضوا إليه إلى عدم المشاركة في الانتخابات التي كانت نسبة الإقبال فيها هي الأقل منذ عام 2005. ليس هذا فحسب، بل إن فقدان الأمل بالتغيير نابع أيضاً من التسليم بأن العراق لا يزال خاضعاً لتوازن داخلي يعكس احتدام الصراع الأمريكي الإيراني على النفوذ في هذا البلد. واستناداً إلى هذا الاعتبار أجهض حراك تشرين الأول، ومن ثم كان الطريق المسدود بعد الانتخابات، ويضاف إلى ذلك استشراء الفساد في أوساط الطبقة الحاكمة ما حال دون بناء مؤسسات فعلية وتوفير الخدمات الأساسية للعراقيين وإهدار عوائد القطاع النفطي في غير محلها في ظل غياب تام للمحاسبة والشفافية. الكاتب يشير إلى أن مشاكل العراقيين مركبة ومتعددة، تبدأ بطبقاتهم السياسية الفاسدة ولا تنتهي بتركيبة النظام الطائفية وبالصراع الداخلي بين قوى تختلف رؤاها بما يجب أن يكون عليه العراق وللدور الذي يتعين أن يلعبه في منطقة تعج بالنزاعات. فالخلاف على نتائج الانتخابات ليس سوى رأس جبل الجليد لأزمات أكثر عمقا وامتدادا. مسلسل الخطف والاغتيالات في لبنان سبق نظيره في العراق على أيدي الميليشيات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وملالي طهران. وملالي طهران لا يسلحون ويمولون 6 جيوش داخل بلدان عربية لأن السلاح زينة الرجال، بل للعمل من أجل المشروع الإمبراطوري الإيراني. رفيق خوري يرى في صحيفة اندبندنت عربية أن مهمة الميليشيات الإيرانية هي حيازة السلاح والسلطة. كما في العراق واليمن وسوريا، كذلك في لبنان، وكلاء إيران يريدون السلاح والسلطة السياسية معا. الحشد الشعبي الذي كان مبرر وجوده في العراق محاربة داعش، وسع البيكار ليشمل السياسة والسلطة والمال. الحوثيون في اليمن قاموا بانقلاب ميليشياوي عسكري بالتحالف مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح قبل أن يقتلوه على التسوية السياسية التي كانوا شركاء فيها لكي ينفردوا بالسلطة. الميليشيات اللبنانية والعراقية والأفغانية والباكستانية التي جاء بها الحرس الثوري الإيراني إلى سوريا للقتال إلى جانب النظام أقامت قواعد عسكرية وأماكن مغلقة عليها وتغلغلت في النسيج الاجتماعي السوري كمقدمة لدور في السلطة السياسية. وحزب الله في لبنان صار عديده أكبر من عديد الجيش وصواريخه أكثر مما تملكه دول كثيرة في العالم، وهو يتحكم بالسلطة عبر ممثليه في المجلس النيابي والحكومة، والعين على حكم لبنان بالتدرج، ولا يكتم القول أنه لن يسمح بتغيير الأكثرية النيابية التي يملكها حاليا في الانتخابات المقبلة. لكن الحدث المعبر كان خسارة الفصائل الموالية لإيران الانتخابات النيابية في العراق، فلا هي تقبلت الخسارة واستعدت لظروف أفضل في انتخابات آتية كما هي عادة الخاسرين في أوروبا وأمريكا، ولا هي احتجت سلميا، بل حاولت اقتحام المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد. الكاتب يضيف أن الصورة كانت واضحة أمام الجميع، خسارة الفصائل الانتخابات تعني خسارة الحاضنة الشعبية الشيعية لها التي تأكدت خلال ثورة تشرين بعدما ضاق شباب العراق باليد الإيرانية الثقيلة وسطوة الميليشيات وتنامي الفساد، وأراد قيام دولة وطنية تضع مصالح العراق فوق مصالح أي دولة.
يحق لمن يريد العيش بسلام في المنطقة العربية أن يقلق من صفقة جديدة محتملة في مفاوضات فيينا المخصصة لمحاولة إحياء الاتفاق النووي الذي وقعته إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما مع إيران في عام 2015. أرنست خوري يقول في صحيفة العربي الجديد إن جو بايدن ينافس أوباما في الاعتدال حيال طهران، فقد سلم الملف الإيراني لمتفهمين أمريكيين كثر للأواجس العدائية التي تحرك سياسات حكام طهران وحروبهم. إن أضيف هذا كله إلى الانسحاب الأمريكي التدريجي من مناطق كانت تعتبر أولوية لواشنطن وتحويل البوصلة نحو الصين وروسيا بعيداً عن الشرقين الأوسط والأدنى، يصبح توقع تقديم تنازلات غربية لإيران أمراً فيه الكثير من المنطق. التفاوض في فيينا محصور بالمشروع النووي الإيراني حسب ما تعلنه طهران ولا تنفيه أمريكا وبقية أعضاء مجموعة 5+1. هكذا كان الحال قبل توقيع اتفاق 2015. لمن لا تزال ذاكرته نظرة جدير به تذكر أنه في تلك الأيام ما حصل بعد تموز 2015 كان تغولاً بحماسة إيرانية مضاعفة على المنطقة، وهذه المرة بمباركة غربية ترجمتها استثمارات بالمليارات. في اليمن توسعت الحرب الإيرانية الحوثية في الداخل وضد حلفاء أمريكا في الخليج من دون خطوط حمراء. في سوريا ترجم غض الطرف الأمريكي عن إيران فتحاً لآخر الفصول الحاسمة في معركة حلب التي يمكن انطلاقاً منها التأريخ للخسارة القاضية للمعارضة السورية. في العراق كان الاستسلام الأمريكي كاملاً لمصلحة الإيراني، وهو ما ترجمه ضم ميليشيات الحشد الشعبي إلى القوات العراقية المسلحة. أما في لبنان فاحتفالات حزب الله بالانتصار الإيراني في فيينا همشت القليل الذي كان متبقيا من حلم بناء دولة يوما ما. الكاتب يختتم بالقول إن الإيرانيين يفاوضون في فيينا على تجميد برنامجهم النووي في مقابل المليارات من الدولارات لتمويل بقية أسلحة ترسانتهم النووية، لكن ما نفع إيران بصواريخ ذرية تبتز بها العالم ولن تستخدمها؟ وما نفع إيران برؤوس نووية طالما أن لها أصابع بطول حزب الله اللبناني وميليشيا الحوثي في اليمن وميليشيات الحشد في العراق وبعض عارضي الخدمات الآخرين في الإقليم؟ في صحيفة الشرق الأوسط كتب فايز سارة عن الاستيطان الإيراني في سوريا ومقارنته بالاستيطان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية وفي الجولان السوري. الكاتب يقول إنه يمكن ملاحظة السياسات الاستيطانية الإيرانية ونتائجها في سوريا في واقع بلدان عربية أخرى، خصوصا بلدان تعيش محنة أهلها وكيانها مثل العراق ولبنان واليمن، التي تدفع إيران بأدواتها المسلحة لسيطرة كاملة عليها. تصلح ملامح الاستيطان الإسرائيلي ومحتوى فكرته مدخلاً للوقوف عند سياسة إيران في سوريا التي بدأت أواخر سبعينيات القرن العشرين وتواصلت متصاعدة في 20 عاماً الأخيرة بعد مجيء بشار الأسد إلى سدة السلطة، مما فتح الباب على مصراعيه أمام مشروع الاستيطان الإيراني لاستكمال ما بدأه وأنجز فيه مراحل أولى. وتوالت الخطوات متلاحقة، حيث أرسل الإيرانيون الخبراء العسكريين والأمنيين وكذلك خبراء التقنيات إلى نظام بشار الأسد، ثم بعثوا بميليشيات تتبعهم دينيا وسياسيا وتعمل بإمرتهم لمشاركة الأسد حربه على السوريين، فانتظموا في قواعد وتجمعات هي الأشبه بالمستوطنات اليهودية الأولى، وخاضوا معارك منفردين أو بمشاركة قوات النظام،
فقتلوا كثيرا من سكان مدن وقرى، وهجروا آخرين كليا أو جزئيا، واحتلوا بيوتهم واستولوا على أراضيهم وممتلكاتهم، وجلبوا عائلاتهم ومقربين منهم للاستيطان في المدن والقرى التي استولوا عليها، كما حدث في مدينة السيدة زينب ومحيطها في جنوب دمشق، وفي مدينة يبرود ومحيطها في القلمون الغربي، وفي مدينة القصير وجوارها غرب مدينة حمص. وبطبيعة الحال فإن مدن سيطرة الميليشيات الإيرانية مغلقة أمام سكانها الذين طردوا منها، وهي ممنوعة أمام حركة العابرين السوريين على نحو ما هي عليه المستوطنات الإسرائيلية ومحيطها بالنسبة للفلسطينيين. الكاتب يشير إلى أن خطورة التدخل الإيراني في سوريا في أحد وجوهه تكمن في تشدده وصولاً إلى حد التطرف وممارسة العنف المادي واللفظي الشديد ضد الذين لا يستجيبون لسياسة القبضة الناعمة بوصفهم إرهابيين ينبغي قتلهم والقيام بذلك فعلاً. هذا يذكرنا أيضاً بسياسات الكيان الصهيوني في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية. وصفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أحدث متحور لفيروس كورونا أوميكرون بأنه لغز يجب الاستعداد له، وأن تفاعل العلماء وقادة العالم معه كان أسرع هذه المرة مقارنة مع أي نوع آخر من المتحورات. وأشارت الصحيفة إلى أن أوميكرون به طفرات أكثر بكثير من سابقاتها، حوالي 50 طفرة لم يشهدها العلماء مجتمعة من قبل في متحور آخر، خاصة بعد الموجة الثالثة الشديدة جدا لمتحوري دلتا. الصحيفة ألمحت إلى 3 أسئلة رئيسة عن هذا المتحور لا يزال العلماء يبحثون عن إجابات لها: هل أوميكرون يسبب مرضا أكثر خطورة؟ والإجابة هي أنه حتى الآن لا يوجد دليل على ذلك، بل إن بعض العلماء أشاروا إلى عكس ذلك، وهو أنه يميل لأن يكون خفيفاً إلى متوسط. وهل هو أكثر قابلية للانتقال؟ والإجابة عن ذلك من واقع البيانات الأولية من جنوب إفريقيا غير مشجعة، وأنه قد ينتشر بسهولة أكبر من متغير دلتا. وهل يمكن أن يفلت من المناعة؟ والإجابة عن ذلك هي أن قابلية انتقاله الأعلى من متحور دلتا تعد أحد التفسيرات المحتملة لانتشار أوميكرون السريع في جنوب إفريقيا. وتضيف الصحيفة أن الوباء أجبر الخبراء على إعادة النظر في شكوكهم بشأن إغلاق الحدود كإجراء فعال للصحة العامة، ويشعر العديد من خبراء الصحة العامة بالقلق أيضاً من أن الحظر المفروض على السفر من جنوب أفريقيا سيأتي بنتائج عكسية على المدى الطويل. ومع كل ذلك عرف العالم عن أوميكرون لأن برنامج المراقبة الجينومية المتطور في جنوب إفريقيا هو الذي اكتشفه، ولأن الحكومة اتخذت خيار الإيثار للإبلاغ عنه. ولكن في مقابل هذه الشفافية تتعرض البلاد لعقوبات اقتصادية. واختتمت الصحيفة بالقول إن المتحور أوميكرون قد يكون مصدراً مزعجاً لعدم اليقين في الوقت الحالي، لكنه ليس سبباً للذعر. وفي غضون ذلك يقول الخبراء إن أخذ جرعة معززة يمكن أن يساعد في التحوط ضد أي خطر قد يشكله. ابتكر باحثون من جامعة برينستون وجامعة واشنطن كاميرا مجهرية جديدة تلتقط صوراً نقية كاملة الألوان على الرغم من كونها بحجم حبة الملح، على قدم المساواة مع العدسات العادية التي يزيد حجمها عنها ب500,000 مرة. يقال إن هذا الجهاز البصري يتغلب على مشاكل التصميمات السابقة للكاميرا صغيرة الحجم والتي تميل إلى التقاط صور مشوهة وغامضة مع مجالات رؤية محدودة للغاية،
ويمكن للكاميرا الجديدة أن تسمح للروبوتات فائقة الصغر باستشعار محيطها أو حتى مساعدة الأطباء على رؤية المشاكل داخل جسم الإنسان. وتعتمد الكاميرا الصغيرة التي طورها عالم الكمبيوتر إيثان تسينج وزملاؤه على سطح خارق خاص مرصع ب 1.6 مليون عمود اسطواني، وتقدم الصور التي يلتقطها الجهاز الصغير أعلى جودة للصور مع أوسع مجال للرؤية لأي كاميرا كاملة الألوان تم تطويرها حتى الآن. والآن مشاهدينا مع كاريكاتير اليوم. ومع هذه الصور الكاريكاتيرية نصل لختام حلقة اليوم من صدى الأقلام. في صدى أقلام جديد نلتقي بحول الله وقوته، دمتم بخير، إلى اللقاء.